فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح الحديث لا تستقبلوا النيرين ببول ولا غائط؟ لا، ما صح هذا، ما صح هذا، ويخالفه قوله: شرقوا وغربوا، فإن من كان شمال المدينة إذا شرق أو غرب فلا بد أن يستقبل أحد النيرين. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.